أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تتسم به العلاقات البحرينية الباكستانية من تميز على كافة المستويات، وذلك في إطار ما يربط البلدين الشقيقين من تعاون وثيق ورؤى مشتركة تعكس زخم هذه العلاقات التي تلقى كل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الذي يزور مملكة البحرين في زيارة رسمية لها، حيث رحب سموه بزيارة دولة رئيس وزراء باكستان إلى مملكة البحرين متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني البحرين. هذا وقد جرت مراسم استقبال رسمية لضيف البلاد، حيث عزف السلام الملكي البحريني السلام الوطني الباكستاني، ثم صافح دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عددا من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في مملكة البحرين، فيما تشرف أعضاء الوفد الرسمي لدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان بالسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ورحب سموه بزيارة دولة رئيس وزراء باكستان إلى مملكة البحرين متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني البحرين. حرس الشرف سلام جمهورية باكستان الإسلامية وسلام مملكة البحرين. سلام. قف. الشرف جمهان سوء. حرس الشرف جاز التفتيش سيدي. Thank you.
بعدها عقد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات مع دولة رئيس وزراء باكستان الإسلامية، حيث تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان على كافة الأصعدة. أعرب سموه عن ارتياحه لما شهدته مختلف قطاعات التعاون الثنائي من تقدم وتطور، خاصة مع تبادل الزيارات بين الجانبين على مختلف المستويات، وما أسفر عنها من تعاون مثمر في قطاعات اقتصادية واستثمارية، وذلك في إطار الاتفاقيات المشتركة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا سموه على أهمية هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإسهامها في بناء شراكات قوية تعود بالخير والنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. أشار سموه إلى أن مملكة البحرين تسعى دائما إلى توسيع علاقاتها مع الدول الأسيوية الشقيقة والصديقة وترسيخ شراكاتها الاستراتيجية معهم بما يخدم المصالح المشتركة واستمرارية تضافر الجهود بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد سموه على أهمية توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومواصلة دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات والدفع بها نحو آفاق أرحب من العمل والتنسيق المشترك، منوها سموه بحرص المملكة على تنمية هذه العلاقات بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الحيوية والاستثمارية التي تعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الصديقين ويلبي بالتطلعات المنشودة. وأثنى سموه على دور الجالية الباكستانية في مملكة البحرين وإسهاماتها في عملية التنمية والتي هي محل تقدير من المملكة. وشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين، حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومذكرة التفاهم في مجال الشباب والرياضة ومذكرة التفاهم في مجال الرعاية الصحية، حيث وقع مذكرات التفاهم من الجانب البحريني معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ومن الجانب الباكستاني سعادة السيد سهيل محمود وكيل وزارة خارجية جمهورية باكستان الإسلامية. من جانبه أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الباكستانية والدفع بها نحو مجالات أوسع، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء حضرها عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وكبار المسؤولين تكريما لدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق.